وسط أجواء مفعمة بالبهجة والسرور، قام سعادة إبراهيم بن أحمد المعيني سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حفل استقبال رمزي بمناسبة العيد الوطني 51 المجيد. الحفل الذي ميزته تقاليد الضيافة العمانية حضره عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية المعتمدين في العاصمة الإيرانية طهران. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين في سفارة سلطنة عمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن نرفع آيات التهاني والتبريكات المقام السامي لحضرة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وللشعب العماني الأبي أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المجيدة، متمنين لعمان الحبيبة مزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة. كما لا يفوتني في هذه المناسبة الإشادة بالعلاقات العمانية الإيرانية الطيبة، حيث يصادف 26 من أغسطس من هذا العام الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كل عام والجميع بخير. وأشاد الضيوف بالسلطنة وبما تحقق من منجزات تاريخية خلال مسيرة نهضتها المباركة في شتى الميادين، لا سيما الإشادة بسياسة السلطنة على الساحة الدولية ودورها البارز في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، معربين عن أمنياتهم للسلطنة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والنماء. اسمحوا لي أن أقدم تهانينا وأبارك لكم والشعب العماني العزيز والحكومة العمانية بمناسبة هذه اليوم المبارك يوم عيد الوطني. طبعا الشعب العماني والشعب الإيراني لهم تاريخ متجذرة، والعلاقات الحمد لله دائما علاقات طيبة، ونحن نرى إن شاء الله في المستقبل يكون العلاقات حتى أوسع مما هي الآن. نتمنى للشعب العماني مستقبل إن شاء الله مزدهر، ونحن كشعب إيراني دائما نتمنى أن يكون علاقاتنا كما هي الآن وطيدة، تكون علاقات إن شاء الله أقوى وأقوى وأوسع وأوسع إن شاء الله في المستقبل. الاحتفال بالعيد الوطني المجيد الذي تزامن هذا العام مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أقيم بمبنى سفارة السلطنة بالعاصمة الإيرانية طهران بشكل رمزي، مراعاة للبروتوكولات الصحية الواقية من انتشار فيروس كورونا وضوابط السلامة العامة. الاحتفال بالعيد الوطني المجيد يحمل بين جنباته معاني الصداقة والألفة والحب بين السلطنة وشعوب المنطقة والعالم. محمد جواد الأروبلي، طهران، تلفزيون سلطنة عمان.